انت عام 34 شهدت نكبة شعب فلسطين عام 48 بأدق تفاصيلها لا أزال أذكرها تماما. اضطرت عائلتي إلى مغادرة الخليل موطننا إلى غزة لدوافع سياسية. درست دراسة الثانوية في غزة، الجامعية في الإسكندرية بمصر، عملت بالتدريس، عملت بالصحافي، عملت في الخليج في السعودية مدة 5 سنوات. بداية انخراطي في العمل الوطني كانت من خلال أداة تعبيرية اللي هي القصة القصيرة، حيث بدأت بكتابة القصة القصيرة عام 59. تزوجت عام 63 لي ولد وبنت، كان التزامي بحركة فتح بعد هزيمة حزيران 67. تفرغت للعمل في الثورة عام 1969 من خلال المظاهرات. سجنت مرتين. توفيت زوجتي عام 76، تزوجت مرة ثانية. أعيش حياة عادية تماما وأعاني المعاناة التي يعاني منها أي مناطق داخل فلسطينية، معاناة عدم الاستقرار، معاناة السؤال المطروح باستمرار ماذا عن الغد. بعبارات تحمل في طياتها بسيط الكلام وتواضع الطرح، لخص ماجد أبو شرار سني حياته. وإذا ما نظرنا بعين المشاهد لشخصية ماجد، فإننا حتماً سنرى الفلسطيني الأديب والمثقف، السياسي والثائر، المثابر صاحب الفكرة، والمجتهد للوصول للهدف. وبالعودة للبدايات، ولد ماجد أبو شرار في 25 من آب لعام 1934 في قرية دورة قضاء الخليل، وفيها أنهى تعليمه الابتدائي. كان ماجد هو الأخ الأكبر لسبعة من إخوته الذكور و13 من أخواته الإناث. والده محمد أبو شرار عمل فنياً لاسلكياً في حكومة الانتداب البريطانية، ثم التحق بعدها بجيش الجهاد المقدس بقيادة عبد القادر الحسيني. انتقل ماجد برفقة والده وأسرته إلى قطاع غزة، فاستقرت العائلة هناك ليعمل والده بشهادة دبلوم الحقوق التي يحملها قاضياً ثم محامياً. وفي غزة أكمل ماجد دراسته الثانوية وتبلورت فيها معالم أفكاره وتوجهاته الوطنية، ليلتحق بعدها بكلية الحقوق في جامعة الإسكندرية، حيث تخرج منها عام 1958. بدأ ماجد الأديب والإعلامي والسياسي مسيرته المهنية كمعلم في مدرسة قضاء الكرك، وفي عام 1959 سافر إلى مدينة الدمام في السعودية ليعمل محرراً في صحيفة الأيام هناك. وهناك التحق بحركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح. كان التنظيم يشق طريقه بين شباب فلسطين العاملين في السعودية الذين أصبحوا لاحقاً رموزاً نضالية متميزة في الحركة، أمثال عبد الفتاح حمود وكمال عدوان وأحمد قريع وسليمان أبو كرش وصبحي أبو كرش ومحمد الأعرج وغيرهم. في مطلع الستينات نشر ماجد مجموعته القصصية بعنوان الخبز المر في مجلة الأفق المقدسية، لكن العمل الثوري والسياسة غلبا روح الأديب لديه، فلم يجد وقتاً ليكمل طريقه في أدب القصة واكتفى بكتاباته السياسية ومقالاته الساخرة. عاد أبو شرار إلى الأردن ليتفرغ للعمل السياسي والإعلامي في الحركة، وشغل بفترة قصيرة عدة مناصب، حيث عمل عام 68 في جهاز الإعلام الذي كان يشرف عليه كمال عدوان، ثم تولى رئاسة تحرير صحيفة فتح اليومية، ثم مديراً لمركز الإعلام. وبعد استشهاد كمال عدوان عام 73 أصبح أبو شرار مسؤولاً عن الإعلام المركزي ثم الإعلام الموحد لمنظمة التحرير الفلسطينية.
كان ماجد أبو شرار كفاءة إعلامية نادرة، قدم الكثير في المجال الإعلامي الفلسطيني، وعمل على بناء الإعلام الثوري، وأدرك أهميته الفاعلة في الحفاظ على الإرث والهوية وتحويل نظرة الشعوب للقضية الفلسطينية. نجحنا بعد معاناة طويلة أن نبلور قناعاتنا المستمدة من فهمنا لبرامجنا السياسية، من فهمنا لتطلعات الجماهير وأهدافها وآمالها، إلى خلق لغة إعلامية فلسطينية تكاد تكون مفهومة بشكل واسع لدى جماهيرنا، لدى جماهير أمتنا العربية، لدى الرأي العام الدولي الذي نحن بحاجة حقيقية له، لأننا بدون تجنيد هذا الرأي العام الدولي لا نستطيع على الإطلاق أن نحقق الانتصار الذي ننشده. تولى أبو شرار منصب المفوض العام لحركة فتح بين العام 73 وحتى عام 78، عمل حينها على رسم خط السير السياسي للحركة، بالإضافة لدعم وتطوير مدرسة الكوادر الثورية في قوات العاصفة التي كان له دور أساسي في تأسيسها، فأطلق عليه لقب أبو الكوادر الثورية. في المؤتمر الثالث لحركة فتح عام 71 اختير أبو شرار أميناً لسر المجلس الثوري، وفي عام 73 أصبح عضواً في المجلس الوطني الفلسطيني، وفي المؤتمر الرابع للحركة عام 80 تم انتخابه ليصبح عضواً في اللجنة المركزية. اعتبر ماجد أبو شرار أحد أبرز قياديي تيار اليسار الديمقراطي في فتح، ونجح في رأس صفوف هذا التيار مواجهاً بمواقفه الحازمة الأفكار الانشقاقية التي كانت تجول بخلد بعض رموز اليسار في الحركة. مثل ماجد أبو شرار قيمة فكرية نضالية إنسانية وأدبية بكفاءته التنظيمية وحنكته الإعلامية، قائد شمولي سياسي وميداني شعبي، سياسي مرن عندما تقتضي المرونة وصلباً عندما يقتضي الثبات، الأديب الإنسان الذي لامس بقلمه أوجاع الفلسطيني وهمومه، القلم رديف السلاح، كان مناضلاً بالفكر والقلم والرصاص، قائداً سياسياً بمخيلة أديب، استطاع بقدرته الفائقة استباق المجريات وقراءة التطورات السياسية التي نعيشها اليوم. كان ذلك كفيلاً بإخافة العدو، وكما لم تستطع إسرائيل احتمال أفكار وكتابات غسان كنفاني وكمال ناصر وكمال عدوان وغيرهم من قامات الفكر والأدب الفلسطيني، ترصدت إسرائيل لأفكار أبو شرار التي جاد بها قلمه، فدبر له عملاء الموساد الإسرائيلي شراكاً قاتلة. في صبيحة يوم 9 من أكتوبر عام 81 في فندق فلورا في روما، انفجرت قنبلة زرعها العملاء تحت سرير ماجد أبو شرار الذي كان هناك للمشاركة في فعاليات التضامن مع الشعب الفلسطيني، ليصبح هو الحدث ويلتحق بكوكبة من شهداء القلم الفلسطيني الذين اغتالتهم إسرائيل. فقدت ثوراتنا الفلسطينية وشعبنا وحركة التحرر الوطني العربية والعالمية مناضلاً فذاً الشهيد القائد ماجد أبو شرار، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح وعضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، مسؤول الإعلام الفلسطيني الموحد وأحد قادة النضال في المناطق المحتلة. إن القائد الناضل ماجد أبو شرار الذي ربى أجيالاً من الثوريين والمناضلين طوال عمر الثورة، وكان الأخ والصديق والأب والقائد والحبيب، الحبيب لكل إخوانه النادمين، كان يقف على الدوام في الصفوف الأولى للدفاع عن الثورة وعن الشعب. إن ماجد ابن الوفي للشعب الفلسطيني أعطى لهذا الشعب كل عقله وكل جهده وكل حياته وكل دمه، واليوم عندما يستشهد على يد أعداء شعبنا الصهاينة والإمبرياليين فإنه يترك لشعبه ويترك لثورته ويترك لحركة فتح سجلا ناصعا من العمل الثوري ومواقف شجاعة ومارسة ثورية نظيفة، ستظل المثل والقدوة أمام طوابير المكافحين من أبناء شعبنا.
هكذا انتهت رحلة الثائر الجوال من دورة إلى غزة إلى مصر إلى السعودية إلى الأردن إلى دمشق وبيروت، ومنها عبر الآفاق إلى معظم عواصم العالم، ليعود جثمانه إلى بيروت في مقبرة الشهداء حيث مستقره الأخير، تاركاً خلفه تجربة ثورية رائدة يقتدى بها لاستكمال الكفاح وتحقيق الحلم بتحرير فلسطين. صباح الخير يا ماجد، صباح الخير، قم اقرأ سورة العائد وحث السير إلى بلد فقدناه بحادث سير. صباح الورد يا ماجد، صباح الورد، قم اقرأ سورة العائد وشد القيد على بلد حملناه كوشم اليد. صديقي أخي يا حبيبي الأخيرة، أما كان من حقنا أن نرى وردة دون أن نتوجس فيها دما قادما من مكان قريب؟ أما كان من حقنا أن نصدق أن لروما قمر؟ أما كان من حقنا أن نصدق أن لروما شجر؟ أما كان من حقنا أن نسافر داخل هذا السفر؟ أما كان من حقنا يا حبيبي أن نسند التعب الحلو فوق حجر؟ أما كان من حقنا أن نسير؟ صديقي أخي يا حبيبي الأخيرة.